كل البنات الحلوين وستات الامارات يجمعوا في الفقره دي، فقره مهمه جدا جدا ومفيده جدا جدا وهتعجبكم جدا جدا، وهي خاصه بالشعر. طبعا يعني حدث ولا حرج، معظمنا يعني شعرنا يعني الحقيقه هتلاقي مقصف، هتلاقي هايش، هتلاقي خشن، هتلاقي باهت، هتلاقي شعر كده دبلان مش صحي. طيب هل ده ليه حلول؟ اه ليه حلول، وحلول امنه. اه حلول امنه، في البعض بيقول ممكن ما تبقاش حلول امنه. اه ممكن ما تبقاش حلول امنه عند الناس اللي مش متخصصين، الناس اللي ما نعرفهمش، الناس اللي بنلاقيهم كده فنروح نجرب فنتصدم. انا معايا النهارده ضيفه الحقيقه رشحها ليا عدد كبير جدا جدا من البنات الحلوين اللي شغالين معانا في القناه. والحقيقه شفتهم بعيني شعرهم اختلف ازاي، فاقول لها ايه ده الشعر ماله، ان شعر كان اشعث اخبر ايه اللي جرى، فتقول لي هقول لك وتقعد تشرح لي. فقلت لها لا بقى احنا نستضيف الجميله اللي يعني زي ما بيقولوا ايه بترجعهم امارات تاني وبترجع للشعر صحته تاني، الاستاذه اللي مشرفاني خبيره الشعر الاستاذه ايمان الحكيم. اهلا وسهلا يا ايمان. ايه اللي انت عاملاه للبنات ده؟ حبيبه قلبي ايه القمر ده؟ حبيبتي يعني عيونك والله. والله الحقيقه انا بقالي عشره طويله مع البنات الامارات اللي شغالين معانا ولادنا كلهم، بس فيهم ناس زي ما قلت لك يعني شعر حبايبي كان بقى صبغات، انت عارفه البنات الصغيرين كل شويه عايزه تلون وعايزه تعمل وعايزه مش، فالشعر تعمل كده فيقع، تلاقيه مقصف، تلاقيه هايش شايط. فعلا. ايه بقى انت عملت لهم ايه؟ بصي الاول انا طبعا مبسوطه جدا ان انا طبعا مع حضرتك، مبسوطه جدا. هو انا عندي طبعا شعور كتير بتجيلي، الشعرايه بتبقى يعني في انواع كتير جدا معانا من الشعر. يعني في متخصصين يجوا يقولوا مثلا ان هم عندهم ماده واحده فهي ممكن تمشي على شعور كتير، فدي حاجه خاطئه. دي حاجه ما تنفعش، كل شعر ليه نوع زي بالظبط الشامبو. كل شعر ليه نوع. ايوه تمام. انا ما ينفعش مع شعراية مثلا متهالكة جيالي انا استخدم معاها حاجة مثلا حامية جدا. ممكن تعمل لي تقطيم في الشعراية، شعراية تقطم فيبوظ اكتر. بالظبط بالظبط. فطبعا في طبعا متخصصين كتير ما بيبقاش عندهم يعني الوعي ده، فاي حد بيبقى عايز ان هو يشتغل او يجيب اي مواد رخيصة ويعمل، فيبقى على مستوى اللحظه الحكايه حلوه، تيجي العميله تروح البيت بالظبط تشاهد بقى. بالظبط. انا بيجي لي حالات كتير جدا وحشه جدا، زائد ان انا في حالات ان هي بتستجيب وفي حالات من كتر الهلك ما بتستجيبش معايا، يعني عشان ابقى واضحه وصريحه. طب والله انت امينه يعني انت في منتهى الامانه. يعني في حالات بتجيلك بتستجيب للتريتمنت اللي بتعمليه. تمام. وفي حالات برجعها ما ينفعش، بتقولي لا مش هكمل. لا لا ما ينفعش، ما ينفعش شعرية ما تنفعش معايا. هتعبها مش هتقولي لا واشتغل وخلاص ونجرب. ما ينفعش، ما يعني انا في الاخر انا بعالج شعر. انا بعالج، يعني انا مش بعمل تجميل بس، يعني انا مش بجمل حضرتك فقط. لا انا بعالج وبجمل. طب خلينا بقى بانك صادقه كده وصريحه، اتفضلي. انا جيت لك وشعري بايظ بنسبه 70% مثلا او بايظ بنسبه 50%، تمام، هتقدري ترجعه لي 100% تاني؟ لا لا ابقى كدابه، لا ما ينفعش. لازم امشي على خطوات وحضرتك بتمشي معايا على نفس الخطوات. تمام. بياخد مننا وقت شويه زي البشره بالظبط. يعني الشعر زي البشره، ما ينفعش حضرتك هتجيبي كريم مش مصباح علاء الدين اللي هو يلا دلوقتي خلاص. لا ما ينفعش. لازم هتمشي معايا بخطوات، هنتعب مع بعض شويه بس في الاخر هتاخدي نتيجه سليمه. تمام. بس لو انا ما التزمتش يعني انت هتعملي اللي عليكي، انت عارفه شغلك. اكيد. لو قلتي لي على التزامات معينه وانا ما التزمتش. في كتير بيحصل معاهم كده. وبيرجعوا لي وبيتصلوا بيا، وبيبقى طبعا الغلط اكيد عند ايمي. لا ايمان مش لا ما بتغلطش، ايمان صريحه، ده انت عماله يا بنتي من الاول انا بتكلمي منتهى الصراحه. لا منتهى الصراحه، لان انا ما يعني مش هستفيد حاجه.